بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأتحدث اليوم بموضوعين بعنوانين. العنوان الأول إسرائيل ونهاية هذه الدولة العنصرية الفاشية، النهاية الحتمية لها، وذلك حسب وعد الله وليس وعد أي أحد آخر. والموضوع الآخر أو المسألة الأخرى، العنوان الآخر، السلطة وأبو مازن الرئيس محمود عباس أين ذاهب في قرارات، بينما البطش الإسرائيلي في عنفوانه، وهناك قرارات تصدر وكأننا نعيش في دولة مستقلة، ولا هناك وليس هناك أي عدوان على شعبنا، ولا بطش، ولا جرائم ترتكب يوميا بحق أبناء شعبنا. بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل إلى زوال. هذا يعني أنا لا أعتمد بهذا الكلام على أي شخص أو قائد أو زعيم أو متنبئ، لا حسن نصر الله ولا غيره. الله سبحانه وتعالى قال: وإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. هذا كلام الله وليس كلامي وليس كلام أحد. ولذلك إسرائيل زائلة حتما، والنصر لنا والنصر للشعب الفلسطيني وللأمة العربية والإسلامية. جيل جديد عم بيطلع، لا بعرف يعني لا ثورة ولا مقاومة ولا فتح ولا حماس، جيل جديد الآن بدأ يخطو خطوات نحو الحرية والتحرير من خلال عمليات فردية، وهذا ما يقلق إسرائيل ويقلق العدو، لأنه هذا الجيل ليس مرتبط لا بتنظيمات ولا بقوى ولا بجمعيات ولا بجماعات ولا بأحزاب. هذا عم بنمو وعم بكبر، وهذا شيء جديد على شعبنا، وأعتقد أنه مؤثر. وإسرائيل الآن يعني بفكروا مليون مرة، وأصبحوا الآن في قلق وفي كوابيس يعيشوها ليل نهار. أما الموضوع الآخر أو العنوان الآخر، فهو قرارات رئاسية تصدر في ظل هذا العدوان الإسرائيلي على شعبنا. وكان آخر قرار هو فصل مجموعة من المناضلين وعلى رأسهم الأخ أبو سنينة، هذا المناضل البطل المعروف تاريخه وحاضره، وبالتالي قرار بفصل مجموعة من كوادر فتح. يعني شيء غير منطقي، غير معقول، قرارات تعسفية. طيب إذا كان هؤلاء الناس قد أخطأوا أو أجرموا أو ارتكبوا أي مخالفات، ألا يحق لهم أن يمثلوا أمام محكمة حركية؟ مش في محكمة حركية؟ ليش وجدت المحكمة الحركية؟ مش لمعاقبة المسيئين من أبناء فتح؟ طيب أساؤوا، أخطأوا، ارتكبوا جرائم، تفضلوا هاي المحكمة تحكم ويدافعوا عن أنفسهم، ولا ممنوع الدفاع عن النفس، ولا خلص قرارات بناء على توصيات من فلان وفلان وكذا وكذا، قررنا ما يلي: فصل القائمة الفلانية فلان وفلان وفلان من حركة فتح. وهم هي حركة فتح شركة؟ هل هي وصلت لشركة أو لدكانة أو سوبر ماركت أو محل تجاري يفصل منه المناضل بجرة قلم؟ مش معقول هذا الكلام. يعني أنا بخاطب الرئيس أبو مازن وبقول له: يعني أنت رئيس، بغض النظر عن شرعية ولا مش شرعية ولا الكلام الذي يقال إنه يعني 15 سنة بدون انتخابات أو غيره وغيراته، بغض النظر أنت رئيس معترف فيك دوليا يا سيدي، ما قلناش إشي، لكن هذا قرارات جائرة، قرارات غير طبيعية، يعني غير سوية. وين الحكمة؟
أين هي الحكمة؟ وأنا نفسي كثير كتبت أنه الرجل حكيم في السياسي ويتعامل مع العالم ولا يتعامل في القضية مع شعبوية، وبالتالي تطلع قرارات من بهذه الطريقة المجحفة الغير قانونية. شو المطلوب يعني؟ هل المطلوب مسح أو إنهاء حركة فتح؟ وين هي اللجنة المركزية؟ وين هو المجلس الثوري اللي يقف اللي يقول تعالوا نسوي الأمر؟ كيف يعني هيك خلاص فصلوا ويفصلوا؟ شو الجرائم اللي ارتكبوها؟ بأي حق هذا القرار يتخذ؟ وأنا بخاطب الرئيس أبو مازن وبقول له قرارك غلط. وأنا الذين أنا منذر الرشيد اللي كنت في أيام ياسر عرفات اللي هو القائد العظيم الرمز، وهذا كنت عندما يكون هناك قرار خاطئ أوقف وأقول له لا قرارك خاطئ. وكنت أنا نفسي وبعرفه الكل الجميع بعرفه أنني رفضت قراراته وأنا في السلطة وأنا مسؤول، ومشيت القرار اللي بيناسب الوضع العام واللي بتماشى مع مصلحة شعبنا، لأنهم غرروا فيه وضحكوا عليه وكذبوا عليه وقالوا له أني تصرف تصرف خاطئ وكذا مش عارف شو. وبالتالي لما عرف الحقيقة تجاوب مع ما قمت به. ويعني مش 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 غلط انك انت تقول لرئيسك او لمسؤولك هذا غلط او هذا خطأ، الغلط انك تماشي على الخطأ. ما هو انسان برضو كمان مين ما كان يكون، سواء كان ابو عمار الله يرحمه ولا ابو مازن، انت بشر تخطئ وتصيب وتخطئ كثيرا، ما كنا. لكن يعني هذا الذي حصل يجب مراجعته ويجب إعادة الاعتبار لهؤلاء الناس. شو اللي أجل الجرائم اللي ارتكبوها؟ قتلوا، نهبوا، سرقوا، خانوا مثلا، شو معقول هذا الكلام؟ يعني أنتوا ميخدين فتح للهاوي، أنتوا قاعدين تتساوقوا مع كثير من الأمور اللي هي ضد مصالح شعبنا. أنت لما بتفصل ناس بصار أعمارهم مناضلين معروفين بتاريخيا وأعمارهم تجاوز 70 سنة أو 75 سنة، أنت هذول الناس المسالمين المستسلمين اللي مشيوا مع قراراتك في 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 في, في السلام وغيره وغيراته، الآن أنت كأنك بتحشرهم بالزاوية والواحد منهم صار اختيار مستعد يحمل السلاح، طبعا مش ضدك ولا ضد السلطة لأنه يأنف أن يرفع سلاحه في وجه السلطة أو في وجه حدا من أبناء فتح، لا بروح بتجه للاحتلال. نعم أنت قاعد بتغذي روح النضال والمقاومة لدى الناس الكبار بالسن، لدى هؤلاء المنظمين. لما تشطبهم أنت بتهين كرامتهم بهذه الطريقة، شو بتتوقع منهم يعني؟ شو تتوقع منهم؟ توقع منهم انهم يعيدوا يردوا يتنشطوا وجيناتهم تتحرك مرة اخرى حتى يعيدوا كرامتهم، بروحوا بيعيدوها بمواجهة الاحتلال. انت فاذا بتغذي كمان يعني انت ضد المقاومة، لكن انت بطريقة بغير مباشرة انت بتغذي المقاومة برجال لهم تجربة ولهم تاريخ وممارسين النضال. انا الحقيقة بتوجه لكل ابناء فتح وأبناء الثورة ولشعبنا الفلسطيني أنه يعني يجب أن يكون هناك أصوات ترفع وتقول للغلط غلط وللمخطئ مخطئ وللمصيب مصيب، ولا يجوز أن تمر مثل هذه القرارات بكل سهولة وسلاسة وكأن شيئا لم يكن، وكلياتنا نغطي عينينا وندس رؤوسنا في الرمال ونقول حادث عن ظهري بسيطة. لا مش حادث عن ظهرك بسيطة، أنت معني، كل واحد في أبناء شعبنا معني بهذا اللي بيصير، لأنه هذا سيصيبك ويصيب بكرة حتصدر قرارات أكثر من هيك وأصعب من هيك، يعني ممكن يجردك من وطنيتك، يجردك من هويتك، يجردك من أي شيء. خلص قرار رئاسي، لا 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 يجوز هذا. وأنا بحكيها بكل صراحة أنا ضد هذا القرار، وأنا يعني بتأمل أنه يعاد النظر في هذا القرار، يعني مش قرآن كريم ولا رسالة نزلت من السماء، قرار بشر بيخطئ ويصيب. فأنت يا أبو مازن أخطأ، خلينا يعني اعتراف، أنا بحكي لك بكل صراحة هذا قرار خاطئ
وجائر ولا يجوز ويجب التراجع عنه. وشكرا لإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.